السلام عليكم ورحمة الله. مرحلة حاسمة تدخلها العلاقة بين شريكي السلطة الانتقالية في السودان مع تزايد الاتهامات الموجهة للمكون العسكري بالسعي لإجهاض الانتقال الديمقراطي قبل استحقاق تسليم رئاسة مجلس السيادة للمدنيين، مقابل انشقاقات تهدد بنية المكون المدني المتهم بالفشل في إدارة مؤسسات الدولة والعجز عن تلبية احتياجات الشارع. ضاعت شعارات الثورة من صراع السياسيين على السلطة، يقول رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، فيرد عضو المجلس محمد الفكي بأن حديث البرهان يعكس محاولات المكون العسكري لتعديل المعادلة السياسية للإخلال بعملية الشراكة، وذلك هو الانقلاب الحقيقي في رأيه، انقلاب أبيض بوصفه ومعنى، ذلك نتاج طبيعي في رأي محللين لتولي إدارة البلاد سلطة محاصصات وطرديات تنكرت لمبدأ تشكيل جهاز تنفيذي من التكنوقراط المحايدين لمصلحة توازنات سياسية ومناطقية وإثنية، مقابل استفادة العسكر من انقسامات المكون المدني وعدم خبرته في إدارة الدولة. فهل بات الخلاف بين شريكي الحكم المدني والعسكري عصياً على الإصلاح؟ سؤال تشي معطيات الصراع ومستجداته اليومية بجواب سلبي، مع تهديد قوى الحرية الأخير بتشكيل المجلس التشريعي من جانب واحد، مقابل دعوة البرهان لتوسيع الشراكة في إدارة الحكم الانتقالي والاستجابة لمطالبات قوى سماها بالأصيلة داخل المكون المدني، وإن وصفتها بعض مكونات قوى الحرية بالتبعية للعسكر أو الارتباط بالنظام السابق، لتنكشف الأزمة على تأثيرات أشد خطراً مع صعود قوى المصلحة التي اخترت بتمزق مكونات الثورة وتجشأت فرحاً بتسرب الإحباط إلى نفوس الثوار، وظنت أن الفرصة أتتها لإخماد شعلة الانتفاضة ورغبة الشارع السوداني في الحرية والتغيير. مستمرون معكم مشاهدين في متابعة صراع شريكي الحكم في السودان ومخاض الانتقال، ابقوا معنا.